جماعة البلد دي بلدنا ولازم نحافظ عليها. احنا بلدنا بنحبها ومش عايزين حد يخرب فيها بلد. يعني واقف ماسك سلاح واقف تحت بيتنا مع شباب المنطقة عشان خاطر الحرامية اللي مش فاهمين يعني ايه حظر تجول داخلين على بيوتنا. فاكر احنا لازم نبتدي، يعني اللي بيعاكس يبطل يعاكس، التافه يبطل تفاهتي. في حاجه مهمه قوي قوي قوي، ايوه لازم تيجي نوطي صوتنا، نتكلم بعض بابتسامه وبادب، نحترم الراجل الغلبان اللي هو بيرضى في الشارع. الجيش يقول لك ايه اتظاهر، بس ساعه لما يقولوا حظر تجول مع رجالات ترجع لبيتك، بيعرفوا ازاي يفرق بينك وبين اللي بيفسر وبين اللي بيخرب. اتظاهر كنا متحضرين، ودلوقتي احنا بنحمي مصر مع جيشنا. احنا عملنا مظاهرات بتاعتنا وصوتنا اتسمع، وفي ناس لسه عماله تشتغل، وفي ناس لسه عماله تكمل في المظاهرات. كويس كملوا حلو، كل يوم في خطوه ايجابيه بتحصل، بس لو سمحتوا نساعد الجيش عشان حمايتنا، عشان المصريين، عشان مصر، عشان مصر، مصر وهتفضل مصر كل مصر. مش مصر.